السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي اضيف مكان او اضيف لوكيشن. هاجي هنا اقول له بروجكت ادمن، من بروجكت ادمن هاجي هنا اقول له لوكيشنز وابدا اقول له اد، واضيف حاجه مكان معين. ده اللوكيشن التوب ليفل بتاعي، اني فلور فيهم، تمام، اني غرفه، تمام. طيب احنا عايزين نضيف حاجه تانية، هقول له مثلا روم 313، الاي دي بتاعي بتاع الغرفه ديت، الباركود بتاعها، الاستيتس، هل هي اوبن ولا لسه، ورك كومبليت خلص ولا ريدي تو انسبكت، الديسكريبشن بتاعي، تمام. وبعد كده اقول له اد لوكيشن، فبيقول لي ان هو خلاص اتضاف، تمام. طيب ممكن اجي برضو ان انت تضيف غرفه غرفه، ده هياخد منك وقت كتير جدا، تمام. فممكن اقول له انا عايز اعمل امبورت، يعني هديك ملف اكسل وانت تضيف، اقول له تشوف فايل واروح قايل له تعالى على الديسكتوب، هتلاقي ملف اكسل اهوت اللي اسمه رومز، اوبن ستارت امبورت، تمام. بيقول مفيش اخطاء وهو اضاف 16 لوكيشن، تمام. بدأ يضيف ال 16 لوكيشن اللي هو الفيرست فلور، الثيرد فلور، وهكذا. ضاف هو الاماكن ديت للوحة بتاعتي. ممكن تعمل عليهم سيلكت كلهم وتقول له اكسبورت اول، وممكن تضيف كاستم بروبرتيز، تضيف خاصية معينة ليبل مثلا عن اللي تشبهك، مثلا التكييف اللي موجود جواه نوعه ايه، وتختار بقى هل المعلومات دي عايزها انت تكست ولا ديت ولا سيجنتشر ولا نمبر ولا شيك بوكس ولا دروب بوكس، تمام. مثلا شيك بوكس، تمام، هل هي مطلوبة ولا لأ، يعني لازم يعملها إجباري ولا لأ. أي غرفة بعد كده لو انت عملت سيلكت على أي غرفة، تمام، هتلاقي في قلب الإيديت بتاعتها الخاصية اللي انت ضفتها، تمام. هتلاقي هنا الخاصية اللي هي الاشباك دي بقت موجودة هنا.